وللمزيد من المتابعة حول الجهود المصرية لاحتواء الأزمة في قطاع غزة تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة غادة جابر الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية. دكتورة غادة، كيف تقيمين الوضع الآن المتصاعد ما بين الفلسطينيين والإسرائيليين والمواقف المصرية بشأنه؟ مساء الخير على حضرتك وعلى كل السادة المشاهدين. وفي البداية أحب يعني نعزي جميع شهداء المواطنين الفلسطينيين وأن نثبتهم تحت هذه الأمور المتوترة والقصف المستمر في قطاع غزة من الجانب الإسرائيلي. طبعا بالنسبة للجهود المصرية فهي ثابتة وممتدة، ونقدر نقول إن هي مستدامة من أجل دائما دعم القضية الفلسطينية في جميع المحافل الدولية، ونادت كثيرا في الشهور السابقة يعني من أجل أن ينظر المجتمع الدولي للانتهاكات الإسرائيلية ولتعدي الحكومة اليمينية التي يرأسها نتنياهو وتعديات من غفير وما يحدث من أمور غير مقبولة واختراق للقوانين والمواثيق الدولية التي تعمل عليها دائما الحكومة الإسرائيلية الحالية. وما يحدث الآن في قطاع غزة أعتقد أنه كان يعني رد فعل طبيعي وكان محتمل ومنتظر أن يكون هناك رد فعل من المقاومة أو فصائل المقاومة عندما اتحدت لمواجهة العدو الإسرائيلي والاحتلال وما يعني يستمر من انتهاكات تجاه المواطنين الفلسطينيون وبدون وجه حق وباختراق جميع المواثيق الدولية. نعم. نحن نتابع عن كثب هذه الأحداث ودائما يعني سواء الرئيس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أو وزير الخارجية المصري فطبعا بيتابعان يعني هذه الأحداث بقوة وباستمرارية وبيدعو إلى أن يكون هناك تهدئة الأوضاع بين الجانبين، وأيضا يعني أن يكون هناك مناداة للمجتمع الدولي أن ينظر إلى الأمر بعين الإنسانية والمساواة وحقوق الإنسان التي ينادي بها دائما المجتمع الدولي والدور العظمى. نعم. ولا ينظر للقضية الفلسطينية أبدا في هذا الأمر. المواقف المصرية دائما ما تنطلق من ثوابت للسياسة المصرية باتجاه الفلسطينيين والقضية الفلسطينية. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع الأزمة بنفسه من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي ويدعو إلى ضبط النفس، وهذا ما تحدث عنه أيضا بين الخارجية المصرية. برأيك يعني كيف تقيمين هذه المواقف المصرية على مدار التاريخ ولما هو حالي من تصعيد وفيما هو قادم بشأن مستقبل القضية الفلسطينية؟ على مر التاريخ وعلى مختلف الأزمنة دائما القضية الفلسطينية في قلب يعني في أوائل القضايا التي تهم الشأن المصري والتي دائما بتنادي به القيادة السياسية المصرية في جميع المحافل الدولية، وساندت القضية الفلسطينية في عديد من الأزمات على مر التاريخ. ونقدر نقول في الحقبة الأخيرة في عهد الرئيس سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان هناك الكثير من الدعم للقضية الفلسطينية، سواء الدعم لإعادة إعمار غزة أو لتهدئة الأوضاع ما بين الجانبين، أو حتى كان هناك مؤخرا في العالمين لقاء من أجل أن يكون هناك توائم واتفاق ما بين الفصائل الفلسطينيه المختلفه قامت عليه القياده السياسيه المصريه برئاسه سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. دائما سياده الرئيس في جميع المحافل الدوليه بتكون القضيه الاولى التي ينادي بها من اجل النظر اليها هي القضيه الفلسطينيه دائما وابدا. القضيه الفلسطينيه هي صوب القياده السياسيه المصريه وهي رقم واحد في الاهتمام في الشان الخارجي للقياده السياسيه المصريه، وهي تنادي دائما ان تقف يعني اسرائيل عن هذه التعديات وان يكون هناك ارتباط او تنفيذ للمواثيق الدوليه، ان يكون هناك حل للدولتين، وان يكون هناك ان يقف على حدود 67. هذا ما تنادي به دائما السياسه الخارجيه المصريه، ان تلتزم دوله الاحتلال بالمواثيق الدوليه التي اقرتها الامم المتحده. ودائما ايضا بتعمل القياده السياسيه المصريه جاهده ان يكون هناك توازن من نظره المجتمع الدولي للقضيه الفلسطينيه، والا يكون الدعم الدائم لاسرائيل دون النظر الى الشعب الاعزل الذي يتعرض دائما الى الاحتلال او السطو من الجانب الاسرائيلي. نحن نتحدث عن قطاع غزه الذي يعني كان الانسحاب منه منذ عام 2005 وكان وقتها بقياده اريئيل شارون، ونقدر نقول من هذا التاريخ كان هناك تعديات كبيره تعدت الخمس تعديات تقريبا على قطاع غزه، وكان اكبرها نقدر نقول منذ عام 2014 عندما تصدت يعني هذه القوات لتدمير هذا القطاع والانشاء
المنطقة العازلة في قطاع غزة، وعملت أيضا من وقتها قيادة سياسية منذ طال الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهدة من أجل جمع مليارات الدولارات لإعمار غزة، ومن أجل دعم قطاع غزة بالكامل وإعادة بنائه، ومن أجل دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، وأن تتوقف إسرائيل على هذه التعديات التي بتتخطى بها كل المنطقة الدولية. نعم، أشكرك جزيل الشكر الدكتورة غادة جابر الكاتبة والباحثة في العلوم السياسية.